بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، حاضرا متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات هنا من أرضية هذا الميدان. يبقى التوقيت حتى هذه اللحظة صامدا تحت أقدام معزة لعلي بن مسفر بن علي الخيري، وسلام إلى الرماح هناك موقع الناموس، سلام إلى الرماح، تهانينا والناموس. شوطنا الثالث ينطلق بحفظ من الله ورعايته، شوط ما شاء الله لا يقل أهمية، فيها الاعداد، فيها الاسامي، فيها الشعارات التي دائما تعرف اين طريق الناموس. الشايبة احمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان من يقدمها على الصدارة على المركز الاول. يلا يا بن مرخان، بينما اللي في المركز الثاني هناك اللي تتجول مثيرة لمحمد بن احمد بن حمدان بن دلموج، حاضرا ايضا هنا مع هذه الأسامي مع القمة، بينما اللي في المركز الثالث الفاتنة لمطر من علي بن علوان الاجتبي رابع المراكز. هناك اللي في المركز الرابع ما شاء الله ضبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس من تأتي اللي هي ناصية لمحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيل شعار ازعاج. شوط الأول الجعدان أين الخوانيج، 4:32 ما شاء الله. نتمنى المزيد لجميع هذه الشعارات ما شاء الله. يوم صورنا عطنا لقطة في المراكز اللي متأخرها شوي. نتمنى إن شاء الله التوفيق، ولكن أبو حمدان بن دلموج في المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، صامد على المركز الأول حتى هذه اللحظات الجميلة. الله يا مثيرة، محمد بن أحمد حمدان بن دلموج أيضا حاضرا مع هذا الاسم. يبقى المركز الأول عاني من ميدانه، يبقى هذا الموقع، يبقى هذا الحدث، يبقى هذا السلام من ميدان الطي. أيها الإخوة، نتمنى إن شاء الله التوفيق، بينما هناك اللي هي الشايب أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان أيضا بثاني المراكز. الناصية لمحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة أيضا حاضر على المركز الثالث، وصل شعار ايضا عيلان بن حميد بن واس مع عواصف رابع المراكز. وفي المركز الخامس ايضا اللي حضرت صوع سعيد بن عبيد بالضبيعة الاجتبي. ها هي النتيجة الكيلو الاخير، يوم ركب الهين زان وبان جوه وابتدت تفرق سلالة عن سلالة. الله يا بنت الموج، يا بنت الموج، يا مثيرة يا الخطيرة، يلي تبى المركز الأول يحرك، اللي يباها يحرك، ولكنها بدأت تتغادر، ترقص ما شاء الله على ضية هذا الميدان، ترقص طرب، ترقص ناموس، تعشق دائما المركز الأول. مثيرة محمد بن أحمد بن حمدان بن دلموج أيضا حاضرا، ولكن عواصف. الله يا بن عيلان، الله يا بن واس، يا عيلان يا بن حميد يا بن واس أيضا حاضر مع عواصف، ولكن بن دلموج إلى القمة، بن دلموج إلى القمة، بن دلموج إلى القمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الله يا محمد، يا بن أحمد، يا بن حمدان، يا بن دلموج حاضرا في المركز الأول. الميتين المتر الأخيرة السبوق الله يخليها، أظهرت سرعة من اللمة، مثيرة للعصاسيدة، ولا تيها روحها في السير مهتمة، وعبتني شلت يديها والله، والمدحت المدح في حله. الله سلام يا بن دلموج، سلام سق الله دارك يا ابو احمد، محمد بن احمد بن حمدان بن دلموج المركز الثاني، عواصف عيلان بن حميد بن واس المركز الثالث، للسيد مطر بن علي بن واس المركز الرابع هناك، محمد بن يمعة بن دبيل المركز الخامس، للسيد علي بن الصغير بن سالم الوهيبي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا، 4:32 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن أحمد بن حمدان بن دلموج على هذا الانطلاق، على هذا الناموس. فعلا أيها الإخوة أثارت الشوط من نصف المسافة حتى خط النهاية. تهانينا والناموس.